ترك هذه الدعوة ولم ينتهي من الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام إلى نبي إبراهيم ومنه نبينا عليه الصلاة والسلام. اعتبار الروح الأكثر لقوله ربي مهما أضللنا كثيرا من الناس في تفسير لا إله إلا الله في هذا الباب الثاني. وتفسير لا إله إلا الله. قضية له من سلم من الشرك دخل الجنة. قال رحمه الله: بل ركعان وشهادة أن لا إله إلا الله. أن نقول أن الحق للتوحيد لا بد أن يلجأ إلى التوحيد كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب والله أعلم سبب إرادة المؤلف رحمه الله في هذا الباب السببين. الأول أراد أن يرد على أن يقول أن أول ما دعا إليه الصلاة سيأتي المسألة. الثاني أراد أن يبين أن المحقق حقا للتوحيد لا بد أن يدعو إلى التوحيد. نعم. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه سبيلي أي طريق الموصل إلى الله طريق الوعي طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أدعو إلى الله هذا الشرط الأول من شروط الدعوة إلى الله بإخلاص. الشرط الثاني على بصيرة عين الشرع. الشرط الثالث الحكمة وعلى سبيل وقت الحكمة والمعرفة الحسنة. الشرط الرابع بعد امتحان المدعو انك ادبت قوما من اهل الكتاب. الشرط الخامس الصبر. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال له: انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليقل له لما تدعوه اليه شهاده ان لا اله الا الله جل وعلا الى ان رحم الله. لم يقل له من اول بينهما في النصرانيه بينهما في كذا في كذا في الباطنيه في كذا. لا قال عنه من الاول له لديه التوحيد. نعم. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلواته كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صلاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. على فقرائهم على أسماء الثمانية إنما الصدقات للفقراء مساكين الآية. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وقرائن أموالك واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجها. اتق دعوة الوصية بتقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين. ولما توصين الذين هم في الكتاب من قبلهم وإياهم أن يتقوا الله. لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم خصه بهذا وقال له اتق دعوة أنت؟ لماذا؟ قال لأن لهم سلطة وإمام حتى لا يسلب هذه السلطة في ظلم الخلق. نعم. ولا الوصية تقوى الله تقول الجميع إياك وكرامة القرآن هو خرج جابر السلام والجابر السلام لا يأخذ من أحسن المال ولا من أفضل المال يأخذ من وسط المال. نعم. ولهما حسن بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لو أعطي الله إلا بعد رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. نعم. هذا في آية من آيات النبوة الشرط الفتح كان الصحابة رضي الله عليهم ما خرجوا في الدنيا ولم تطبق لهم على بال لم يلتفتوا إلى هذا التفتوا إلى محبة الله فقط جوع جهاد. نعم. أكلوا الحمر الأهلي أكلوا الحليب لم يمنعوا هذا من الخروج جهاد في سبيل الله علي مريض وخرج للجهاد. نحن ولله الحمد لا مرض لا تعب لا فقر ولا غيره. لماذا قالوا الله سبحانه وتعالى؟ فبات الناس يتركون يفتح الله على يديه فبات الناس يتركون ليله ومنهم يرضاها. فلما اصبحوا ردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرضوا ان يرضاها فقال لهم علي بن ابي طالب لم يعترض واحد من الصحابه وقال يا رسول الله علي بن دعونا آمنوا بما رأوا وقدروا حقا اعلم أن ما أصابك لم يكن بوقدرك وما أخطأك لم يكن بسببك. علم أن هذا ما قدر الله لا اعتراض. آمنا صدقنا وسلمنا. نعم. فقبله ويشهد عليه ناصر إليه
يطير في الهواء بيديه، يمشي على سطح الماء برجليه، ياكل النار والجو والصوت ولا يقول شيء. هذا على خلاف العاده. خوارق العاده الاول عاده تكون يا موسى عليه الصلاه والسلام، والاولى ان تكون عاده لا معجزه، لان هذا الذي جاء في القران. ولا يمكن لاحد اليوم ان يقول لديه عاده ولا يحكمنا بالكفر. نعم. الثاني حرام وتكون لاولياء الرحمن، من كان لها قليل كان لها قليل. الثالث معجزه وفتنه، يعني عجز بعض الناس عنها وفتنه. وهذا ما يحصل مثلا بالدجال. لا إيمان ولا كفر. طيب الرابع تضيع. كيف تضيع؟ نعم خوارق العادة لكن نسأل الله عليه السلام تضيع. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك إيمان قليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر يا جماعة ذهب وبصر وإذا بالنعم يزيد. قالوا من سيغل قد يدعوكم أن دعنا وبصر قد يزيد الماء قد يزيد لا جف البر رضيح. أتوا إليه الرجل في أمر فقال ارفع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على عليه الطعام قد تقع عليه وهو وقد تقع عليه قال تكفل في عهدي ذهب وبصر رضيح. كل من كذب على الله يفتح الله الدنيا ويفتح الاخره. صلى الله عليه وسلم على رسول الله. نعم قال صلى الله عليه وسلم فاعطاه مالك فقال ادخل على رزقك حتى تنزل بساحته ثم ادعوهم الى الاسلام وانظروا بما يجب عليهم حق العالمين. والله ان نهدي الله خيرا من الله لا خير لنا من حكم النعم يدعو لنا رجل واحد حتى ولو كان مسلم تعلم التوحيد والعبادات. نعم خير لك انفس يجد اقناع من اصحابها. نعم فيه مسائل الدعوه الى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم. نعم التنبيه على الاخلاص لان كثيرا لو دعا الى حقك وهو يدعو الى نفسه. صلى الله عليه وسلم ان البصيره من الفرائض. البصيره من الفرائض من الواجبات. من حسن التوحيد لأنه تنزيل له تعالى عن المسافة. لأن التوحيد فيه تنزيل الله عن الشرك، من قبح الشرك أو المسافة لله. أن من قبح الشرك كونه مسافة لله. وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين عما يصلوا منهم ولو لم يشرك. يقول أن أهم المسافة لبراءة الشرك والبعد عنه وشروط وبنينا نعبد الأصنام. كون التوحيد أول واجب. هذا فيه الرد على من يقول ان اول ما جاء به الصلاه ذكر كثيرا. نعم. انه يبدا به قبل كل شيء حتى الصلاه. نعم. ان معنى توحيد الله هو معنى شهاده ان لا اله الا الله. ان الانسان قد يكون من اهل الكتاب وهو لا يعرفها ويعرفها ولا يعمل بها. التنبيه على التعليم بالتدريج. نعم. البدايه الصلاه مصرف الزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد على الأصنام الثمانية. كشف العالم الشبهة عن المتعلم لنبين له كيف يدعو إلى الله. وهذا فيه مشروعية رسالة دعاة إلى الله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد له أيام معينة كما يسمع بعض الفرق لها بعض أيام. ثم فيه مقول خبر الواحد. نعم. أن الأحكام من الأموال. نعم. التقاء دعوة المظلوم، الإخبار بأنها لا تحكم حتى وإن كانت من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وصلات الأنبياء من المشقة والجوع والبلاء. نعم، مشقة جهاد. جوع ذكر الحمر كثيرا، وباء عليه كرما، وأن المعنى هذا الخروج والدعوة إلى التوحيد. قوله لأعطين الله إلى آخره علم من أعلام النبوة. هذا العلم الأول تتلوه في عينيه علم من أعلامها.
الله عنه ثبوت الفضل الخاص كاسس ثبوت الفضل العام. وظالم الصحابة رضي الله عنهم في توفيهم تلك الليلة وشغلهم عن تجارة الفتح. وقلنا ما لم يلتفتوا للفتح والتفتوا لمحبة الله. نعم. الإيمان بالقدر لحصولها ولم يسعى ومنعها عما سعى. نعم، لم يعتذر أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حقه الإيمان بالقضاء والقدر. الأدب في قوله على الإسلام الدعوة إلى الإسلام قبل القتال أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. الدعوة بالحكمة في قوله أخبرهم بما يجب عليهم. المعرفة بحق الله في الإسلام دواء من اهتدى على يديه رجل واحد الحلف على الفتية. يعني حلف النبي صلى الله عليه وسلم على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. قال رحمه الله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا أتم المؤلف قسمه الأول على ما قسمه. الآن بدأ الكتاب. الآن بدأ. يقول الآن أريد أن أفسر لك التوحيد الذي وجب عليك وتشوط ولابد من تحقيق والخوف من ضده والدعوة إليه. قال خذ من هنا إلى نهاية الكتاب تفسير التوحيد الواجب والذي له فضائل ولا بد من تحقيقه والخوف من ضده والدعوة إليه. الآن ما بدأت الكتاب على ما ذكرنا أن هذه القوة الخمسة كالمقدمة لكتاب التوحيد، لكن فسر التوحيد بضد الشرك وبضدها تتبين الأشياء. ذكر في هذا الباب أنواع الشرك الأكبر أن يعرف إن يعرف الشرك في الواقع أنواع الشرك الأكبر أكبر أنواع الشرك الأكبر أكبر شرك الأكبر شرك في الدعاء وشرك في المحبة وشرك في الطاعة وشرك في النية والإرادة والوصف. هذه أنواع الشرك الأكبر. شرك الدعاء تقدم معنا دعاء عبادة دعاء مسلم. شرك في المحبة كالله إن الذي ضرب به إذا سويت لرب العالمين هي المحبة والناس الذين يتخذون لها البدع يحبون لها البدع. وشرك في الطاعة هي الإرادة والوصف. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية. فمن تفسير التوحيد الشرك في الدعاء. دعاء العبادة صدقة لله جل وعلا. مسألة من أخي علم من الله شرك أكبر. أولئك الذين مع الآية أولئك الذين تدعون من دون الله فيهم يستكبرون الله. ذكرتونا رحمة الله على ذلك. كيف؟ تدعو من هو داعي يفتقر الى الله، وقوله وان قال ابراهيم لابيه وقومه انني مراد مما تعبدون الا الذي فطرني من الحياه. نعم. ان الذي فطرني الا الذي خلقني، قد قال الله مسلم في العباده. وقومه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله الايه. هذا فيه بيان شرك الطاعه. نعم. اتخذوا احبارهم علماء. قال قدم طاعة المخلوق على طاعة الخالق وطاعة المخلوق بمعصية الخالق. قلنا إذا اعتقد كفر والعياذ بالله. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون كحب الله. يحبون كحب الله هذا شرك المحبة. الأصل أن تحب الله ولا تحب أحد مع الله ولا وقع في المحبة الشركية وتحب كل من امر الله بحبه، لكن تحت محبه عمل وعام وازمنه واكمله، ضد هذا الظروف عمل وعام وازمنه واكمله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله وجمعه وحسابه على الله عز وجل. يعني الذي لا يكفر لم يحكم بالضر ولا بالبر، اذا لا تشكل عليه المرتبه الرقيه شيء من كلام الله. وشرح هذه الترجمة لما بعدها من الأبواب. يقول شرح هذه الترجمة أي هذا الباب تفسير التوحيد ما بعدها من الأبواب، يعني إلى نهاية الكتاب. هذا فيه تفسير التوحيد الذي يجب عليه معرفة فضله ولا بد من تحقيقه والدعوة إليه
فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الجهالة وبينها لأمور واضحة. آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين. هذا الشرك الدعاء هذا النوع الأول أنواع الشرك الأكبر. نعم. ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر ومنها آية الإسراء بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الشرك الطاعة وبين أن من يوقف إلى لم يعبد إلا أهواءها مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية إلى دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إن الإضرار مما تعبدون إلا الذي فضرني شركا لي الإقرار والقصد والبراءة. واستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الضلالة هي شهادة أن لا إله إلا الله فقال وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة للكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار ذكر أنهم يحبون أجدادهم بحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ويمتلئهم بالإسلام فكيف بمن أحب أن يجد حبا أكبر من حب الله فكيف بمن لم يحب أن يمتد وحده ولم يحب الله. نعم هذا هو الوصف الرابع للشرك بالمحبة نسأل الله العافية. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمة للدم والمال بل ولا معرفة معنى ولا بل ولا معرفة معناها مع ربها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا تؤمن لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يملك إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. هذا معبد دون الله. نعم. لئن شئت أخذ الله لكم ماله ودمه. يعني ليس محتاجا. فيا لها من مسألة ما أجلها ولا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للناس. لم يتكلم في مسألة أنها مهمة كما تكلم في هذه المسألة في بيان ذلك. بارك الله فيك. من الشرك نفس الحق الحرقة والخلق ونحوهما لو في ثلاثة إلى خير. من الشرك أكثر أو أصغر منها بار من الشرك لبس الحرقة والخير ونحوهما لرفع الملاك بعد النزول أو دفع قبل النزول أكبر أو أصغر. أخذنا من أصول الكلام أن الناس قسموا بعد هذه الأسباب إلى أبواب أصغر صحيح وش الكفر وش الوسط اذا اعتقد ان الكفر من الاثام اعتقد ان السبب الله سبحانه وتعالى مدعى السبب شرك اصلا باب من الشرك الان مبين ترى اليوم احيانا من الشرك واحيانا من الشرك واحيانا يقول باب مجال طيب لا يدخل الكفر يهيئ ان تكون طالب وعارف تستمر بأحكام الأدلة تنظر في الأدلة وتحكم هذا من يعني فقه المؤلف رحمه الله الآن قال من الشرك نعم قال باب من الشرك نعم أي الأكبر والأصغر نعم نفس الحلقة والخير ولحفظ المال والخير ولا تعد نعم قول الله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله ضرًا أم نجاحا فأذكركم الآية نعم أقرأ في القراءة السلام ورحمة قل حسبي الله أي كافين الله وهذه لا تكفي نعم طيب هذا الشرف الأول نعم عن عمران بن الحسن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة في يده حلقة من صوف فقال ما هذه قال من جبلنا في يد رجل ولم يبين هذا الرجل نعم حلقة من صوت أي النحاس تستر بعض الناس اليوم بعض هذه الحلقة ويقول إنها أسرة أسرة تنسينا على الكلام طيب هل تعرف هذا عند الكلام؟ قال ما هذا؟ فيه أن من أراد إنكار من لا بد أن يستطور عليك يأتي الرجل إلى الشيخ يقول ما
المهر